هتتكلم على الاهلي؟ بلاش لاحمد مجاهد الراجل، ولا الاتحاد الافريقي، ولا الاتحاد المصري، ولا الاتحاد الدولي. كارل هانز رومانيجا قلت لكم اسطوره بايرن ميونخ واحد الاساطير الكبيره جدا في تاريخ الكره الالمانيه، كان على الهاتف مع الزميل ابراهيم فايق، كان حوار مهم امبارح، اتكلم عن الاهلي وعن الكابتن محمود الخطيب، نشوفه. بالتأكيد أعرف النادي الأهلي جيدا، فريق رائع، هو بطل أفريقيا وهو أيضا بطل مصر وحاصد للألقاب والبطولات. هو من وجهة نظري هو أفضل فريق في أفريقيا وحقق أهم الألقاب على الصعيد المحلي والصعيد الأفريقي أيضا. نحن نحترم النادي الأهلي ونحن في غاية السعادة بهذه المواجهة، نحن نقدر النادي الأهلي ونحترم هذا الخصم. بالفعل هو حقق إنجازات ونتائج رائعة. الأهلي أثبت ذلك بالفعل، فريق كبير، أو عندكم في مصر محمد صلاح وأسماء كبيرة تعرفنا عليها، ما يعكس قوة الكرة المصرية والكرة في أفريقيا. أنا أعتقد هناك علاقة طيبة بين الأهلي وبايرن ميونخ، العلاقة ستظل طيبة. ما الرسالة التي يقدمها مستر رومانيجا لكابتن محمود الخطيب؟ أنا أتابعك وأعرفك جيدا مستر محمود الخطيب، بتمنى لكم التوفيق وبالاستمرارية في تحقيق الألقاب ونجاحات كبيرة لكم بكل تأكيد، وأتمنى لكم التوفيق مستر محمود الخطيب. رومانيجا أو رومانيجا رئيس تاريخي من 2002 للبايرن، خلاص، واعتقد راس يعني انديه الاوروبيه، رابطه الانديه الاوروبيه، الرابطه لفتره طويله برضو، وهو احد الهدافين التاريخيين الالمان. ذكر الاهلي بكل احترام، وذكر الكابتن الخطيب، قال له أنا متابعك وأقدرك وأتمنى لك التوفيق. أنت لما بتتابع أحد أنت بتحترمه، أنت بتقدره، أنت بتهتم بيه، شايفه، مش متجاهله. رومانيجا لما بيحترم النادي الأهلي مش بيحترمه لأنه عامل معاه بروتوكول، أو لا، ده عارف تاريخه الإفريقي وعارف أنه أهم فريق في أفريقيا، وعارف أنه جدير بهذه المكانة، وعارف أنه يضم ألمع نجوم الدوري المصري ومتابع أدائه. لكن إزاي رومانيجا يشيد اتحاد أفريقي، يشيد اتحاد دولي، يشيد كاكا، يشيد مش عارف مين يشيد، لكن اوعى يا أحمد المجاد، أصل أنت المسؤول المصري عن كرة القدم، إزاي تشيد بالنادي الأهلي؟